البروبلم اللي هي رقمها خمسة بوينت إيت سبعة. خمسة سبعة ثمانية. إيه السؤال هذا بربط لك ما بين تستخدم معادلة المانوميتر، تستخدم معادلة المانوميتر، وبعدين نستخدم برضه نعمل كوبي للصورة. بربط لك علاقة ما بين الكونتينيوتي إيكويشن وبرنولي إيكويشن ومعادلة المانوميتر اللي تذكروا اللي حكينا عنهم في بداية الفصل. هذا السؤال عبارة عن إنبوب اللي هو إنبوب فنتوري، الآن مربوط مع الإنبوب اللي هو المانوميتر. مانوميتر موجود عندك اللي هو زئبق داخل المانوميتر، والمطلوب من السؤال إنه تطلع دلتا اتش، إيش مقدار ارتفاع دلتا اتش أو ارتفاع الزئبق في الإنبوب. الآن معطيك velocity السرعة، السرعة اللي هي على المدخل، أو سمينا هاي زي ما هو مسمي عندك P1، هاي P1 وهاي النقطة الثانية، هاي عبارة عن النقطة الثانية وهاي عبارة عن النقطة اللي هي الأولى. فمعطيك السرعة على المدخل، السرعة على المدخل اللي هي عبارة عن 24 متر لكل ثانية، 24 متر لكل ثانية. طبعا موجود عندك هواء، الكثافة الهواء موجود هواء داخل الأنبوب، معطيك كثافة الهواء 1 كيلوغرام لكل متر كيلو، كثافة الهواء 1 كيلوغرام لمتر كيلو. ومعطينا للفلويد الموجود داخل المانوميتر، معطينا اللي هو السبيسيفيك ويت عبارة عن 18.9 كيلو نيوتن. نيوتن لكل متر كيوب. فمعطيك الجاما، هاي الجاما للفلويد الموجود عندك في المانوميتر، يعني لو رمزت لها برمز اللي هو جاما للمانوميتر، هذا عبارة عن المانوميتر، عبارة عن مانوميتر. فمعطيك الجاما 18.9 كيلو نيوتن لكل متر كيوب، وطالب منك تطلع اللي هو دلتا اتش، فاين دلتا، فاين دلتا اتش. هو بنسميه ديفليكشن في المانوميتر، فاين ذا ديفليكشن في المانوميتر. ديفليكشن ذا مانوميتر، فقديش مقدار الديفليكشن في المانوميتر اللي هو دلتا اتش. زي ما حكيت السؤال بدك تربط ما بين برنولي إيكويشن وما بين اللي هو الكونتينيوتي إيكويشن ومعادلة المانوميتر، معادلة المانوميتر. في البداية إذا كتبنا اللي هو معادلة برنولي إيكويشن راح يكون في عندك أكثر من مجهول. لو كتبنا معادلة برنولي إيكويشن، إذا تتذكروا معادلة برنولي إيكويشن للفنتوري قلناها المرة الماضية، فحكينا مثلا P1 اللي هو النقطة واحد زائد مثلا جاما، طبعا جاما هاي للهواء راح تكون عندك كامل الهواء الفلويد الموجود داخل المانوميل داخل الانبوب اللي هو الهواء، فالجاما للهواء في Z1 اللي هو ارتفاع مثلا النقطة الأولى عن ريفرنس معين عن مرجع، مثلا لو أخذت المرجع زائد كثافة الهواء في السرعة V1 تربيع
على 2 على 2. هذا على المدخل اللي هي الانرجي الموجود عندك على المدخل اللي هو الانبوب. الان على المخرج موجود عندك P2 البريشر على المخرج زائد برضه جاما للاير الهواء بس كويس في Z2 زائد density للهواء density للهواء في V2 سكوير على 2 V2 سكوير على 2. الآن إذا بتذكر رمزنا لـ P1 زائد جاما في Z1 هذا عبارة عن اللي هو PZ1 هذا عبارة عن PZ1 PZ1 و P2 زائد اللي هو جاما Z2 هو عبارة عن البيزومتريك بريشر بنسميه اللي هو PZ2 مزين بالرمز PZ2. فلأنه إذا بتلاحظ ما فيش عندك معلومات عن Z1 و Z2 بإمكانك تدمج اللي هو P1 زائد جاما في Z1 تختصرها اللي هو PZ1. وبرضه إذا بتلاحظ ما فيش عندك معلومات عن Z2 P2 زائد جاما في Z2 PZ2. نعم برضه إذا بتلاحظ معطيك V1 فقط سرعة على المدخل V2 مش موجود. فهون بدك تستخدم اللي هي معادلة الـ Continuity Equation. معادلة الـ Continuity Equation. Continuity Equation. إذا بتتذكر من الـ Continuity Equation حكينا إنه مجموع الـ Volume Flow Rate مثلا اللي هو على المدخل يساوي مثلا مجموع الـ Volume Flow Rate على المخرج. على المخرج. أو مجموع الماس فلو ريت يساوي مجموع الماس فلو ريت على المخرج المدخل يساوي. فبما إنه الكثافة نفسها هي كثافة المدخل والمخرج نفسها فبالتالي تقدر تكتب المعادلة بالشكل هذا. لو عندك مدخل واحد ومخرج واحد يعني عبارة عن V1 في A1 راح تساوي عندك اللي هو V2 في A2 V2 في A2. الآن تقدر تربط علاقة ما بين V2 و V1 V2 شو تساوي المعادلة هاي V2 راح تساوي عندك V1 في الأريا 1 على الأريا 2 V1 A1 على الأريا 2. طبعا معطيك المساحات أو معطيك الريشيو هاي موجودة بالسؤال معطيك الـ A1 على الـ A2 الـ A1 على الـ A2 هي عبارة عن 2 الريشيو ما بين المساحات أعطيك إياها هاي بالسؤال هي عبارة عن 2 أو ممكن يعطيك العكس مثلا A2 على A1 مثلا نص فأنت A1 على A2 راح تساوي لك خلينا بس أكد لكم السؤال شو معطيك هو معطيك A2 على A1 ومعطيك A2 على A1 نص تساوي 0.5 فبالتالي A1 على A2 تساوي لك. الآن تقدر تطلع السرعة V2 V2 عبارة عن V1 اللي هي 24 في كل ثانية في الـ A1 على A2 اللي عبارة عن بالتالي راح تكون 48 متر لكل دبل 40 متر لكل. الآن لو رجعنا لبرنولي إيكويشن لو رتبنا معادلة برنولي إيكويشن لو رتبنا المعادلة هاي شو راح تساوي عندك P Z1 ناقص P Z2 راح تساوي عندك نص لو طبعا عامل مشترك في كثافة الهواء في فرق السرعة اللي هو V2 سكوير ناقص V1 سكوير
ناقص في 1 0 ناقص في 1 0. فبتقدر تكتبها بالشكل هذا في زد 1 ناقص في زد 2 راح تساوي عندك نص في الدنسيتي في فرق السرعة في 2 ماينس 1. الآن إذا بتلاحظ في زد 1 ناقص في زد 2 شو تساوي؟ هذا فرق البريشر، هذا عبارة عن فرق الضغط، راح يساوي عندك نص في كثافة الهواء زي ما حكينا اللي هي 1، كثافة الهواء 1 في السرعة، بما إنك طلعت السرعة 48 تربيع ناقص في 1 اللي هي 24 تربيع، 24 بيطلع عندك اللي هو 864، 864. فهذا عبارة عن فرق الضغط في زد 1 ماينس في زد 2. الآن لسه ما طلعنا الإجابة اللي هو بده دلتا اتش زي ما حكينا، بده دلتا اتش. الآن أنت طلعت الفرق الضغط ما بين بي 1 وبي 2، بين بي 1 وبي 2. الآن بدك ترجع لمعادلات المانوميتر، تجي لمعادلات المانوميتر وتطلع من خلالها معادلة اللي هي تربط ما بين البريشر، ما بين فرق الضغط، وما بين دلتا اتش، ما بين البريشر وما بين دلتا اتش. فالآن انت البريشر موجود عندك، فأقدر عليك اللي هو زي ما حكيت تربط علاقة ما بين دلتا اتش وما بين في 1 وفي 2. إذا بتتذكروا بالمانوميتر كيف كنا نستخدم المانوميتر، الآن لو أخذنا، مثلا المرجع النقطة هاي، أخذنا المرجع النقطة، إذا تتذكروا حكينا البريشر على النقطة هاي تساوي البريشر على النقطة هاي على الهوريزونتال لاين، وأخذنا مثلا المسافات لما حكينا مثلا زد 1 يعني المسافة اللي هي من هون لهون مثلا هاي عبارة عن زد 1 اللي هو ارتفاع عن نقطة واحد، وزد 2 هو ارتفاع النقطة 2 عن المرجع، ارتفاع النقطة 2 عن المرجع وهي عبارة عن زد 2. الآن بدنا نطبق معادلة المانوميتر. فبتأخذ من النقطة هاي، النقطة هاي الموجودة عندك على 1 اللي هي عبارة عن البريشر على 1، البريشر على 1، يعني البريشر على 1 بتضيف إلها زي ما حكينا إذا نزلت للأسفل، إذا نزلت للأسفل إذا تتذكروا حكينا بدك تجمع، نزلت للأسفل بدك تجمع، شو يساوي عندك الضغط على النقطة هاي؟ شو يساوي عندك الضغط على النقطة؟ وسميناها هاي النقطة مثلا A وهاي النقطة اللي هي B، راح يساوي عندك اللي هو كثافة الهواء، عبارة عن كثافة الهواء. أو بإمكانك تكتبها اللي هو الجاما، الجاما للهواء في زد 1، في زد 1 اللي هي عبارة عن رو في جي، عبارة عن رو في جي للهواء. الآن عن النقطة A زي ما حكينا تساوي عندك النقطة B، الفشل عن النقطة A الخط الأفقي يساوي عندك الفشل عن النقطة B. الآن بدك ترتفع لفوق، بدك ترتفع لفوق لما توصل اللي هو للنقطة الموجودة عندك اللي هو عندك المانوميتر، عندك الفلويد، لما راح يتغير عندك الفلويد. بالتالي شو راح تساوي عندك؟ أو عفوا شو الإشارة راح تكون عندك لما ترتفع لفوق؟ راح تكون عندك ماينس، ماينس كامل المانوميتر في ارتفاع اللي هو دلتا اتش، اللي هو الديفليكشن دلتا اتش. الآن برضو بدنا نرتفع من النقطة هاي، النقطة سي، لنقطة اللي هي 2، النقطة 2 اللي هي نفس البريشر راح يكون عندك نفس الشيء، النقطة هاي هي نفس النقطة راح تكون عندك. فشو راح تساوي عندك هنا؟ زي ما حكينا بترتفع للأعلى برضو النقطة 2، ترتفع للأعلى النقطة 2، فراح يكون عندك ماينس، لأن هنا عندك الجاما برضو للهواء، موجود عندك هواء هنا داخل جاما للهواء في المسافة من هون لهون شو راح تساوي؟ من سي ل 2، من سي ل 2 راح تساوي عندك زد 2 ناقص دلتا اتش، يكون عندك زد 2
ناقص دلتا اتش. فهذا كله راح يساوي عندك للبشر على النقطة، البشر على النقطة. فالآن إذا رتبت المعادلة زي ما حكينا P1 زائد جاما في زد 1، هاي بتقدر هو تختصرها ل P زد 1، هاي عبارة عن P زد 1. وبرضو إذا نقلت عندك اللي هو P2 بلس عندك الجاما اير في زد 2، إذا حللت هاي اللي هي عبارة عن جاما للاير في زد 2 بلس الجاما للاير في دلتا اتش، هاي راح تساوي عندك في 2 جاما ام دلتا اتش. هون عندك في زد 1 في زد 1. الآن زي ما حكيت لو حكينا اللي هو بي 2 زاد اللي هو القيمة هاي اللي هي جاما، جاما الاير في زد 2 وبي 2 بلس اللي هو جاما الاير زد 2، فشو راح يصير عندك؟ يصير عندك في زد 1 ناقص في زد 2 في زد 2 اللي هي هاي هون. فقط ترتيب معادل، يعني P2 زائد اللي هو P نهاية أو ماينس اللي هو جاما الـ R Z2 بلس اللي هو P2 راح تطلع لك المعادلة. فهذا شو راح يساوي؟ لو نقلنا عندك اللي هو جاما أم دلتا اتش على الجهة الثانية، جاما أم دلتا اتش على الجهة الثانية، راح يساوي عندك اللي هو جاما للأم في دلتا اتش، جاما الأم في دلتا اتش، ثواني شوي، عفوا شباب. الآن نقول على الجهة الثانية اللي هو جاما أم دلتا، شوف في عندك اللي هو برضه القيمة هاي إذا نقلناها على الجهة الثانية، فبتصير عندك ماينس جاما الإير في دلتا اتش. إذا طلعنا عامل مشترك اللي هو دلتا اتش في زد 1 ناقص في زد 2 راح تساوي عندك دلتا اتش في جاما للمانوميتر اللي هو معطينا اياه بالسؤال 18 التسعة متر ناقص جاما للهواء، ناقص جاما للهواء. الآن بي زد 1 ماينس بي زد 2 هاي طلعناها اللي هو من خلال المعادلة برنولي ايكويشن، بتلاحظ اللي 864 هاي طلعناها من المعادلة برنولي ايكويشن. بالتالي دلتا اتش راح شو تساوي لك؟ راح تساوي بي زد 1 ناقص بي زد 2 على جاما للمانوميتر ناقص جاما للمانوميتر، فبالتالي راح يكون عندك 864 مقسومة على جاما للمانوميتر، معطيك اياه هو بالكيلومتر فلازم تحولها للمتر، يعني عبارة عن 18900. 18900 ناقص جاما الهواء، جاما الهواء اللي هي عبارة عن واحد اللي هي رو في جي، واحد في 9.81 راح يكون عندك اللي هو ماينس 9.8. الديفليكشن راح يطلع معك تقريبا 0.046 0.046. هذا عبارة عن ديفليكشن. زي ما حكيت في بعض الأسئلة ممكن يربط لك ما بين، يعني يربط المانوميتر مع الأنابيب مع البنشويميتر أو مع أي جهاز، فبالتالي هنا بدك تنتج حتى تربط العلاقة ما بين
زي ما حكينا برنولي إيكويشن، كونتينيتي إيكويشن، ومعادلة النانوميتر تتطلب قديش من النانوميتر. هاي بالنسبة للوحدة الخامسة. لما حكيت الوحدة الخامسة يعني بدك تركز على فقط معادلة الكونتينيتي إيكويشن، كيف تحشي مثلا يكون عندك أكثر من مدخل أكثر من مخرج، كيف تربط علاقة ما بين البرنولي إيكويشن والكونتينيتي إيكويشن. أهم شيء عندك في الوحدة الخامسة اللي هي المومنتم إيكويشن، معادلة المومنتم إيكويشن، معادلة الزخم من شابتر 6. شابتر 6 المومنتم إيكويشن، طبعا في اشتقاق مطول للمعادله هاي، بدك تستخدم من نيوتن سكند لو، القانون الثاني لنيوتن، بدك تستخدم برضه او الكونتينيوتي ايكويشن، بدك تستخدم بعض المعادلات الاخرى برضه للمومنتم. في برضه المعادله اللي بيستخدمها الريجنالز ترانسبورت ثيرم بنسميها ار تي تي حتى تحصل هاي المعادله. زي ما حكيت عن الاشتقاق، يعني بدك تعرف بالتفصيل عن اشتقاق هاي المعادلة، كان عندك اشتقاق مثال. احنا بهمنا أكثر شو المعادلة النهائية، المعادلة النهائية زي ما حكيت عن طريق اللي هو نيوتن إيكويشن، من خلال اللي هو نيوتن سكند لو. خلال القانون الثاني إلى زي ما تعرف شو القانون الثاني لنيوتن، مجموع الفورسز الاكسترنال عبارة عن الاكسترنال فورسز، مجموع الفورسز المؤثرة على جسم معين راح يساوي عندك هو الماس كتلة في الاكسلريشن، هذا نسميه اللي هو الاكسترنال فورسز. الاكسترنال فورسز اللي هي عبارة عن الماس، واللي هي عبارة عن الاكسلريشن زي ما الآن. من خلال المعادلة هاي إذا بتلاحظ الاكسلريشن شو يساوي، يعطينا نقول لها الاكسترنال فورسز شو راح يساوي. أخذنا لبارتيكل معين جزء معين أو مثلا هنا مثلا عندك سمول إليمنت أو جزء أو بارتيكل مثلا من هاي الفلويد اللي بتتبع هاي البارتيكل خلال هذا البايب أو خلال الفلو، فراح ناخذ فقط سمول إليمنت. خلال سمول بارتيكل هاي هي عبارة عن بي إم فانكشن اكويشن زي ما حكينا الاكسلريشن شو بتساوي، هي عباره عن فرصت او دي دي على دي تي بالشكل دي دي على دي تي. زي ما بتلاحظوا دي ام على دي تي تغير الماس مع الزمن، هي عباره عن الماس دكتور ممكن تعلي صوتك؟ صوت مش عالي؟ لا مش سامع شيء. هيك كانت كويس ولا لا؟ لأن البداية كان واضح. أو دكتور تأكد من سماعات الكمبيوتر. نشوف السماعة. مع إنه آخر إشي ما سمعتوش من مرة. ثواني
خلينا نشوف السينما. هيك كويس، دكتور هيك وده. سامعني؟ مومنتم ايكويشن نيوتن سكند لو، اتوقع هيك كويس. ها هيك واضح دكتور. فاحنا زي ما حكينا اللي هو تشابتر 6 بيحكي عن المومنتم ايكويشن، هي معادلة الزخم. فاشتقاق المعادلة هاي عن طريق اللي هو نيوتن سكند لو، اللي هو القانون الثاني لنيوتن. اشتقاق طبعا مطول، يعني بدك تستخدم اللي هو نيوتن سكند لو، بدك تستخدم فيه برضو معادلة بنسميها اللي هي RTT رينولدز ترانسبورت ثيورم. من خلال هاي المعادلة بتقدر تحصل اللي هو المعادلة النهائية. فقط بعطيك هيك اشياء بسيطة عن الاشتقاق، لكن المهم هو المعادلة النهائية، المعادلة النهائية للمومنتم ايكويشن. فزي ما حكينا من خلال نيوتن سكند لو اللي هو القانون الثاني، انه مجموع الفورس الاكسترنال فورسز، القوى الخارجية مثلا المؤثرة على جسم معين زي ما بتعرفوا، راح يساوي عندك الكتلة في الاكسلريشن، الماس في الاكسلريشن. فالآن لو أخذنا جزء مثلا بسيط أو بارتيكل مثلا داخل الأنبوب، داخل الأنبوب، وشفنا مثلا أنه differential equation لهذه البارتيكل، differential equation اللي عبارة عن dm على dt في الـ velocity، لأنه الـ acceleration اللي عبارة عن الـ velocity على الزمن على الـ time. فبتقدر تكتب المعادلة بالشكل هذا، اللي هو dm في الـ velocity على d2 على دي تي. فإذا بتتذكروا حكينا عن الماس فلوريت، الماس فلوريت اللي هو عبارة عن دي أم على دي تي، هذا الماس فلوريت اللي هو تغير الماس بالنسبة للزمن، يعني من نقطة لنقطة أخرى راح يتغير عندك اللي هو الماس. فسمينا الماس فلوريت مضروب في الفيلوسيتي، مضروب في الفيلوسيتي، فهذا راح يساوي عندك مجموع الاكسترنال فورسز، جموع القوى الخارجية. فهي بالنسبة فقط لون بارتيكل، يعني فقط لون بارتيكل. إذا كان عندك أكثر من بارتيكل فبتأخذ شو مجموع هاي البارتيكل كان. الآن زي ما حكيت في معادلة ثانية برضو بدك تستخدمها نسميها اللي هي رينولدز ترانسبورت ثيورم، اللي هي باختصار إلها اللي هو RTT، RTT اللي بنسميها رينولدز ترانسبورت ثيورم، ترانسبورت ثيورم اللي هي نظرية رينولدز، بنسميها نظرية رينولدز ثيورم، رينولدز ترانسبورت ثيورم. الآن من خلال هاي المعادلة اللي هي RTT، ومن خلال معادلة اللي هو نيوتن لو، القانون الثاني لنيوتن اللي هو مجموع الفورس يساوي ام ماس فلوريت في في، فراح نحصل المعادلة النهائية. هاي المعادلة راح أعطيكم إياها الآن، يعني زي ما حكيت إذا حاب تعرف الاشتقاق يعني بالتفصيل موجود يعني مفصل بالكامل بالكتاب. المعادلة النهائية اللي هي عبارة عن مجموع الفورسز، مجموع الفورسز اللي بنسميها الاكسترنال فورسز، راح يساوي عندك اللي هو دي ام، هاي بالنسبة للكنترول فوليوم في في على دي تي، هاي للكنترول فوليوم، هاي للكنترول فوليوم زاد. الآن راح يكون في عندك زي ما حكينا البايب مثلا، راح يكون في له مدخل ومخرج، راح يكون في مدخل ومخرج، فبدك تشوف شو المومنتم على المدخل اللي زي ما حكينا الماس فلوريت في في على المدخل، وبدك تشوف على المخرج برضه الماس فلوريت تو مثلا او الاكزيت الاوتلت في في اوتلت. فالان زي ما حكينا اذا كان في اكثر من انلت، اكثر من مدخل واكثر من مخرج، فبتستخدم اللي هو الصميشن مجموع. يعني المعادلة راح تكون عندك بلس مجموع الماس فلوريت في السرعة على المخرج ناقص الماس فلوريت على المدخل في الفيلوسيتي على المدخل.
مرة ثانية بالكلمات. عندك سؤال يا علي اسأل أو اعمل ميوت. زي ما حكينا هاي عبارة عن sum of forces، اللي هي مجموع sum of forces acting acting on the matter inside the control wall. فهي زي ما حكيت اللي هي مجموع القوى الخارجية اللي ممكن تأثر عندك على، يعني ممكن يكون عندك البايب هذا مثبت مثلا ببراغي مثلا، أو ممكن يكون مثبت مثلا بالحائط، فبالتالي بدك تشوف شو القوى اللي هي support force بنسميها. السبورت فورس باتجاه مثلا ممكن يكون بالإكس باتجاه الواي، فبدك تشوف الفورسز مثلا المؤثرة على البايب الموجود عندك هون، فبنسميها sum of forces acting on the matter inside the control wall، يعني الفورسز اللي راح تأثر مثلا على الكنترول فوليوم الموجود عندك. الدي ام في على دي تي هاي راح نعتبرها الصفر، يعني راح ناخذها صفر كونها ستيدي ستيت، يعني راح نتعامل احنا كل شيء مع الستيدي ستيت زي ما حكيت، انه ما فيش عندك تغير مع الزمن بالنسبه للكنترول فوليوم. هاي عباره عن تايم ريت، اوف تشينج اوف ذا مومنتم ان ذا كنترول فوليوم، اوف ذا مومنتم inside control volume، داخل control volume. إذا بتذكروا زي ما حكينا بالcontinuity equation لما حكينا إنه إذا كان steady state، إذا كان ثابت عندك مع الزمن، فبالتالي بتقدر تعتبرها عندك صفر. فإحنا في أسئلتنا راح تلاحظوا يعني إنه معظم الدي أم على دي تي اللي هي أو كلها راح تكون عندك الأسئلة دي ام على دي تي اللي راح تساوي عندك صفر راح نعتبرها، لانه بالانستيدي ستيت هذا موضوع ثاني، يعني باخذه بالادفانس بالفلويد المتقدمه شويه يعني كومبلكس. او الان مجموع الماس فلو ريت، مجموع الماس فلو ريت اوتلت في اوتلت ناقص اللي هو مجموع الماس فلو ريت انلت في انلت، وهي عباره عن إذا بدنا نحكي اللي هي عبارة عن المومنتم أو النت ريت، هاي كاملة اللي هي المجموع الماس فلو ريت أوتلت على المخرج ناقص مجموع الماس فلو ريت إنلت على المدخل في الفي إنلت، هاي عبارة عن النت ريت، نسميها النت ريت، النت ريت at which the fluid transport momentum. عبارة عن النت ريت، يعني شو داخل عندك على النظام وشو في عندك خارج النظام، الخارج من النظام ناقص اللي هو الداخل على النظام، فالنت ريت at which the fluid transport momentum. من خلال المعادلة هاي بتقدر تطلع هو إذا بدك مثلا طلب منك السؤال هو الفورسز مثلا زي ما حكينا الاكسترنال فورسز، عادة بطلب الأسئلة هو شو مقدار الفورسز المؤثر مثلا على الانبوب، من خلال معطيات السؤال بكون معطيه مثلا الماس فلو ريت، الفيلوسيتي مثلا، السرعة، فمن خلالها بتقدر تطلع اللي هو الفورسز. فمثلا يعني راح يمر معنا بعض الأمثلة راح نجيها طبعا بالتفصيل الأمثلة. مثلا ممكن يكون عندك انبوب على شكل مثلا كوع بالشكل هذا، إذا بترجع مثلا لفيجر اللي هي 16 يعني ممكن يكون في عندك انبوب بهالشكل، بهالشكل
وهذا الأنبوب عندك مثبت، يكون عندك مثبت، وفي عندك الووتر فلو مثلا، هذا عندك المدخل، هذا عبارة عن المدخل، هذا عبارة عن سكشن واحد مثلا. وسكشن اثنين إذا بتلاحظ هو عبارة عن كوع بشكل مائل، هذا سكشن اثنين بالشكل هذا. والفلويد راح يخرج عندك بزاوية، راح تكون عندك بزاوية اللي هي مقدارها ثيتا، هذا المخرج، المخرج راح يكون عندك بزاوية. الآن مثلا بطلب منك أنه تكتب اللي هو معادلة المومنتم إيكويشن، مثلا بدنا الفورسز باتجاه الـ X direction، ديش مقدار الفورسز اللي هي المؤثرة على الإنبوب نتيجة اللي هو السبورت الموجود عندك هنا، هذا عبارة عن سبورت أو سبورت، فبدنا قديش مقدار مثلا FX وقديش مقدار مثلا FY، FX و FY قديش مقدار المركب الأفقية horizontal forces نتيجة السبورت هذا، وقديش مقدار المركب العمودي نتيجة السبورت هذا. دائما كيف خطوات الحل؟ ترسم في البداية free body diagram، نرسم free body diagram أو بنسميه force diagram، force diagram والmomentum diagram. فعندك رسمتين، في رسمة الforce diagram اللي هي بتحدد عليها الفورسز، تحدد عليها الفورسز، وفي رسمة ثانية للمومنتم دايجرام بتحدد عليها اللي هو المومنتم. مثلا رسمة هاي بتحدد عليها كل الفورسز الموجودة عندك على على الأنبوب. مثلا راح يكون في عندك زي ما حكينا الفورس الناتج عن السبورت هذا اللي هي عبارة عن الإكس دايركشن باتجاه الإكس دايركشن اف إكس، واتجاه الاف واي اتجاه الاف واي. طبعا الاتجاهات لو اخذت مثلا العكس ما في مشكله، لانه في النهايه مثلا اذا طلع معك مثلا الاشاره ماينس فبالتالي راح يكون عندك عكس الاتجاه. اتوقع اخذته بالاستاتيكا عن الاشياء هاي، يعني حتى لو فرضت الاتجاه المعاكس مثلا اف اكس او اف واي، فمن خلال الحل اذا طلع معك مثلا ماينس فبالتالي بتحكي انه مثلا هو الفورس راح تكون عندك عكس الاتجاه اللي فرضته انت. ففي البداية بتحدد او بترسم اللي هو الفورس، الفورس دايجرام بنسميه فورس دايجرام. فبالفورس دايجرام بتحدد شو الفورسز المؤثرة على الانبوب. برضو شو في عندك فورسز، راح يكون في عندك الوزن، الوزن، الوزن راح يكون عندك برضو، هاي عبارة عن فورس أو external forces. يعني شو زي ما حكينا شو المقصود بال external forces، كل القوى المؤثرة على النظام تأخذها بعين الاعتبار، زي مثلا support force، زي مثلا ال weight الوزن، هذا عبارة عن weight، الforce الناتج عن pressure، لأن حكينا إنه راح يكون في عندك إنه water داخل اللي هو fluid أو ووتر عفوا داخل الأنبوب، فبالتالي شو مقدار الفورس الناتج عن البريشر، البريشر للووتر اللي هي عبارة عن P1 للأريا 1، الفورس هي عبارة عن P1 للأريا 1، فهي عبارة عن فورس مؤثرة باتجاه اللي هو الواي دايركشن P1 في A1. فدائما في البداية بتحدد الفورس دايجرام، بعديها بتشوف شو المومنتم دايجرام، بعديها نحكي عن المومنتم دايجرام. المومنتم دايجرام هو زي ما حكينا مثلا على المدخل راح يكون في عندك الماس فلو ريت في الفيلوسيتي على المدخل في V1، هذا عبارة عن المومنتم دايجرام، المومنتم دايجرام، المومنتم دايجرام. وبرضو في عندك اللي هو الخارج من النظام اللي هو الماس فلو ريت في في اوت، ماس فلو ريت في في اوت. طبعا هذا بزاويه راح يكون، لانه راح يكون فيه له مركبتين، وبدك تاخذ بعين الاعتبار لما تاخذ باتجاه الواي، لما تحسب اللي هو مجموع الفورس باتجاه الواي ومجموع الفورس باتجاه الاكس، فبدك تاخذ بعين الاعتبار تحلل القوه هاي لاكس وواي،
هاي القوة راح يكون في لها مركبتين، مركب باتجاه الواي ومركب باتجاه الاكس اللي هي الماس وريت في في 2. انتم دائما الان زي ما حكينا بده هو الاف اكس والاف واي مثلا. طبعا راح نيجي لاسئله بالارقام. تاخذ مجموع الفورس باتجاه الاكس، شو في عندك فورسز باتجاه الاكس؟ فقط في عندك اف اكس، فقط في عندك اف اكس، وفي عندك اللي هو زي ما حكينا هاي مركبتين. راح تكون عندك مركب باتجاه الاكس اللي هي الماس فلو ريت في في 2 في كوساين الزاويه اللي هو ثيتا، وهاي راح تكون عندك الماس فلو ريت في في 2 في ساين ثيتا في ساين ثيتا. فبتحلل المركبتين. فالآن مثلا عندك لو حكينا مثلا الاف اكس عن طريق المعادله هاي، هاي المعادله الرئيسيه، فبتاخذ شو مجموع الفورسز باتجاه الاكس؟ عندك فقط اللي هو اف اكس، عندك فقط اف اكس مجموع الفورسز باتجاه الاكس راح يساوي، لان زي ما حكينا دي ام على دي تي للكنترول فوليوم هاي بنعتبرها اللي هي صفر كونه ستيدي ستيت وما فيش عندك اي تغير الفلو مع الزمن، فبالتالي صح. الان شو راح يساوي الاف اكس هاي مجموع الفورس زي ما هو مكتوب عندك مجموع الماس فلو ريت اوتلت في في اوتلت ناقص مجموع الماس فلو ريت انلت في في انلت. الان انت بدك بس فقط اللي هو باتجاه الاكس دايركشن، فقط باتجاه الاكس دايركشن، فقط باتجاه الـ X direction. زي ما حكينا عندك فقط الـ Fx هاي باتجاه الـ X direction، وشو في عندك المومنتم؟ المومنتم اللي هو في عندك فقط اللي هو على الـ Outlet اللي هو فقط الـ Mass Flow Rate في V2 في Cosine Theta على الـ Inlet. إذا بتلاحظ الـ Inlet اللي هو باتجاه الـ Y، باتجاه الـ Y على الـ Inlet اللي هاي باتجاه الـ Y، وهاي عندك اللي هو اتجاه الـ X، هذا عبارة عن اتجاه الواي واتجاه الاكس. فبالنسبة للإنلت برضو بتعتبرها صفر، ايش عندك اللي هو اتجاه الاكس. فشو مجموع المومنتم على المخرج باتجاه الاكس اللي هو فقط عندك الماس فلو ريت في في 2 في كوساين ثيتا في كوساين ثيتا. فهاي بتكون عندك المركبة الأفقية، هاي عبارة عن المركبة الأفقية. لان المركب العمودي بنفس الطريقه بس بدك تاخذ الفورسز اللي هي مؤثره باتجاه الواي دايركشن، راح يكون باتجاه الواي دايركشن، فبتاخذ الواي دايركشن، تاخذ الواي دايركشن. فبالواي دايركشن شوف عندك فورسز، مجموع الفورسز باتجاه الواي دايركشن زي ما حكينا بتكتب المعادله الرئيسيه اللي هي عباره عن دي ام في على دي تي زائد مجموع الماس فلو ريت اوت في اوت ناقص مجموع الماس فلو ريت ان في في ان. بالتالي زي ما حكينا دي ام على دي تي هاي عباره عن صفر، عباره عن صفر. لان شو في عندك فورسز باتجاه الواي؟ في عندنا اف واي، اف واي للاعلى، اف واي للاعلى، وفي عندك برضه في اي واحد، في عندك الوزن، الوزن في عندي الوزن برضو لوين راح يكون عندك الوزن للاسفل. فعندنا بي 1 اي 1 للاعلى اللي هي الفورس الناتجه عن البريشر، وفي عندنا الوزن برضو، الوزن اللي هو للاسفل راح يكون عندك، فبالتالي ناقص الويت، ناقص الويت. فهاي مجموع الفورسز اتجاه الواي دايركشن. الان ترجع للمومنتم دايجرام وبتشوف شو في عندك مومنتم باتجاه الواي دايركشن. فاذا بتلاحظ في عندك على المخرج اتجاه الواي دايركشن اللي هو الماس فلو ريت في في 2 في ساين ثيتا، في ساين ثيتا. وعلى المدخل شو في عندك؟ في عندك ماينس الماس فلو ريت في في 1
في في 1. فالآن أنت بعطيك أنا مثلاً الـ V1 الماس فلو ريت، الزاوية مثلاً ثيتا، بعطيك الوزن، بعطيك P1 الأريا، فقط كل عليك تعوض بالمعادلة وطلع قيمة الـ FY. وهو نفس الشيء الـ FX برضو، ومعطيك الـ V2 كوساين ثيتا مثلاً الماس فلو ريت، طلع منها الـ FX. بس المبدأ يعني مبدأ الأسئلة بالطريقة هاي. فبدك تشوف شو الفورسز المؤثرة على النظام، المومنتم باتجاه مثلا الاكس باتجاه الواي، الفورس مثلا باتجاه الاكس باتجاه الواي، وتكتب مثلا بالاكس دايركشن وبالواي دايركشن شو المعادلات الموجودة عندك، وتطلع المركب العمودي والمركب الافقي. راح ناخذ المرة الجاية في امثلة كثير موجودة بالكتاب ان شاء الله، المرة الجاية راح نتطرق لهم، نحل بعض الامثلة بالارقام. الله يعطيكم العافية. إذا في عندكم أي استفسار أو سؤال. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك دكتور. يلا السلام عليكم. هلا وأنت بألف خير يا رب. يعاد عليك علينا جميعا. بالصحة والسلام. هلا فيك. يلا سلام دكتور.